مش بس مخرج خطير، لا وكمان ممثل شاطر، قدر يشتغل على نفسه ويتحول من كومبارس في اعمال تامر حسني لمخرج عالمي بيقدم حمله اعلانيه بطلها الملك المصري محمد صلاح. صلاح في الصحراء، صلاح في البحر الاحمر، صلاح في نفق الازهر. فكره مجنونه قدمها المخرج حسام الحسيني في الاعلان الجديد لمحمد صلاح لاحدى شركات المحمول، قدم فيها نجم ليفربول بشكل جديد، ومش بعيد تكون بدايه حقيقيه لدخوله مجال التمثيل. الناس كلها بتسال مين حسام الحسيني، رغم انهم شافوه كتير قبل كده في مشاهد عابره كانه كومبارس في افلام وكليبات النجم تامر حسني اللي اداله فرصه يخرج له حاجات كتير من اعماله ويظهر فيها كمان مع ابنه الروحي الثاني اسلام جمال وخبير الفاير شو احمد عصام. بس الشله دي نادرا لما بقت بتظهر مع بعض، اتحسدوا بقى او ما بقوش فاضيين يسندوا نجم الجيل اكتر من كده، مش عارفين الحقيقه. حسام الحسيني عمل خطوات مهمه كتيره جدا في حياته، ورغم ان والدته هي الفنانه الشهيره نهال عنبر ووالده عازف الاورج الشهير الراحل الفنان مجدي الحسيني، الا انه اعتمد على نفسه لغايه ما بقى واحد من اشهر مخرجين الكليبات واكتر واحد فيهم بيجدد وبيعمل حاجات مختلفه. حسام مش بس مخرج شاطر، لا ده فنان شامل، درس بره مصر واتجوز واحده المانيه وفضل عايش ما بين هنا وامريكا علشان يعمل لنفسه ستايل مختلف، واشتغل في التمثيل وقدم عدد من الادوار في مسلسلات او افلام مشهوره، وكمان هو مغني راب خطير جدا. حسام مجنون افكار، ويمكن ده سبب انه وصل لتقديم فكره اعلان لمحمد صلاح مع شركه اتصالات كبيره. ظهر كمان في افلام زي نور عيني وعمر وسلمى والمصلحه، وشارك في مسلسلات زي وضع امني ورمضان كريم، وكتب فكره فيلم سيب ونسيب. سنه 2019 بقى عمل حسام الحسيني ميكس ما كانش حد يتوقعه بين سعد المجرد ومحمد رمضان في اغنيه تنساي، اللي حققت نجاح وانتشار كبير جدا، وكان سبب في ان هما الاثنين يبقوا في مكان تاني خالص. صحيح هما كانوا نجوم بس وزنهم تقل وارباحهم بقت اضعاف اضعاف من بعد انساي، وحياه محمد رمضان اتغيرت وبقى نمبر 1، وخد معاه حسام الحسيني علشان يخرج له دويتو يا حبيبي. بس الحال اتقلب وما بقتش العلاقه زي الاول. مشكله محمد رمضان انه ما بيحفظش الجميل للي كانوا سبب في نجاحه. في الاول ينكر حق ويجز في اغنيه ستينجا كينج اللي كتب له كلمتها ونجحت وما جابش سيرته خالص فيها، وبعدين حسام الحسيني اللي لما زهق منه سابه وقال له برضه هنجح من غيرك، ولانه صاحب الميكسات الجامده مشي حسام الحسيني ودور على النجاح في اماكن تانيه وحققها. وده حصل لما اخرج فيديو كليب لو كنت اللي غنت فيه هيفاء وهبي لاول مره مع اكرم حسني، وحقق حوالي 75 مليون مشاهده على اليوتيوب. دايما افكار حسام الحسيني جديده، فيها رقص والوان وحركه في زمن الكليبات فيه بقت موضه قديمه شويه، الا انه لسه محافظ على التجديد فيها، وبيخلي السنجلات اللي بينزلها المغنيين تعيش وتحقق بصمه مع الجمهور. وزي ما اعاد احياء هيفاء وهبي وكان سبب في ان لسه الناس بتسمع اغاني سعد المجرد وبتشوف كليباته رغم مشاكله والقضايا الكتير اللي عليه، قدر حسام الحسيني يوصل للعالميه والمره دي مع مو صلاح. ناس كتير هتفتكر عشان حسام الحسيني هو الابن الوحيد الفنانه نهال عنبر فهو متدلع ومتربي وعايش بره مصر فافكاره غريبه، ويمكن ده اللي بيظهر في اعماله وطريقته على السوشيال ميديا، لكن الحقيقه انها دايما كانت بتقول انها ربته تربيه شرقيه اصيله، والشبشب كان بيترفع وقت اللزوم، وعشان كده نجح ووصل للي هو عاوزه طالما صح وما فيهوش اي مشكله وبتدعمه طول الطريق.